التدريب الليلي مهم جدا. جاهزين يا ابطال؟ جاهزين. داوم. يتم التأكيد على التدريب الليلي في صف القوات الخاصة لما له دور كبير في تطوير مهارة المقاتل، والتأكيد على التدريب في ميادين الرمي من خلال تدريب وتطوير الرمي الغريزي وتطوير قابلية المقاتل على القتال في أصعب الظروف وفي أقساها. أثناء التقدم ايش حيصير؟ راح يصير تفرق ثنائي، يعني حيصيرون بالنسق مباشرةً.